بس ما ماشي ربط جميع بقى المغرب إن شاء الله. لا أقول له يعني أي شوف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح حاشية الصفتي الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية. وقد وقفنا عند قول الشيخ العشماوي رحمه الله: اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين، قسم مخلوط بغيره وقسم غير مخلوط بشيء أجنبي. فأما غير المخلوط فهو طهور، أي في نفسه مطهر لغيره، وهو الماء المطلق، وسمي بالمطلق لأنه يصدق عليه اسم ماء بلا قيد، فلا يقال ماء بطيخ ولا ماء ريحان ونحوه، والمراد به قيد يلازمه، فلا يضر ماء بئر ولا ماء بحر لأنه قيد يفارقه. فهنا أشار إلى أن الماء منه ما يجوز التطهير به ومنه ما لا يجوز التطهير به. ثم قال: واعلم، الشيخ الصفتي يعني في الحاشية، واعلم أن ما ذكره الشارح من أن الماء لا لون له هو قول لبعض العلماء، ولكنه خلاف التحقيق. جوهر الماء تعرفه، جوهر لطيف سيال لا لون له، يتلون بلون إنائه. قال: والتحقيق ما نقله الشبرخيتي وغيره عن الفخر الرازي رحمه الله من أن الماء له لون، لأن الماء له لون، وارتضاه شيخنا العالم بالله تعالى القطب العيدروس، ووافقه شيخنا، ومثله في حاشية شيخنا الأمير. قال: ويشهد له النقل والعقل أن الماء له لون يعني. قال: أما النقل فقوله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه. يعني دليل على أن أن له لونا، فخالطه شيء غير لونه. لأنه أنت حينما تنظر إلى الماء تقول إنه فضي مثلا، يعني الشعراء يشبهون أحيانا الماء بالفضة، ماء لجين يعني كالفضة، هو له لون لا شك في هذا. والحديث ماء اللجين الفضة، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي بلفظ: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال: وأما العقل فلأن الماء جوهر يحس بحاسة البصر،
وكل ما كان كذلك فلا بد له من لون. كيف وهو جسم والجسم لا يدرك إلا بلونه على ما قيل. يعني أنت لو رأيت إناء فارغا، لو هذا الماء فارغ تقول هذا الإناء فارغ، لكن فيه ماء أنت ترى الماء مشاهد، ما هو جوهر. ما دام جوهر جسم يرى، ما دام يقع عليه البصر ويرى يبقى إذن له لون، لأنه إذا خلى مثلا الموضع منه أو الإناء قلت إيه هذا فارغ، إناء فارغ. فيقصد وقوع النظر على الجوهر، لأن الجوهر هو ما أخذ حيزا من الفراغ. ما لون الغلاء دي؟ نعم، هذه البلدة ما لا، ما هي مش لها لون، يعني هو لون لا معه له لمعان. إن لو فرغنا ده أنت ترى ماء فيه؟ لا ترى ماء. هو عايز وصف للماء من بين الأنواع، بس مش لازم يبقى وصف، مش لازم يكون أحمر أخضر أصفر، لا، ده عاد بيبقى هذا اللون غريب. واخد بالك؟ اللون اللي اختلط بيه غريب ليس منه. وبعدين اصطلاحات يا دكتور، نعم، اصطلاحات الاسود والاحمر والابيض، اصطلاحات على اللون. ايوه، وعشان اللي هو تمييز الالوان، والا يبقى عنده عشاء ليل عشاء الوان لا يميز. الاحمر يقول عليه اخضر، والابيض يقول عليه اصفر، يبقى عنده ايه؟ عمى الوان. إذا ماذا نقول لون الجلد هذه؟ ماذا نقول؟ لون ايه؟ بقول لك لون الماء، له لون كلون الماء اللي هو البياض. هو مسمى عايز اللون، هو البياض، لون البياض. هنا بيقول ايه؟ بالنسبة للعقل، هو بيقول ايه؟ العقل. النقل بيقول خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لون. وأما العقل فلأن الماء جوهر يحس بحاسة البصر، وكل ما كان كذلك فلا بد له من لون. كيف وهو جسم والجسم لا يدرك إلا بلونه على ما قيل. غاية الأمر أنه لكونه شفافا يظهر فيه لون إنائه. لما نصب في ماء إناء أخضر مثلا، فإذا وضع في إناء أخضر فالخضرة لم تقم بالماء، وإنما هو لرقته لا يحجب لون الإناء. لأنه لو كان أسود كان حجب لون الإناء، جعله أسود. فإن قلت ما لون الماء الذي هو قائم بذاته، قلت المشاهد فيه البياض، المشاهد فيه بس البياض الصافي، البياض الصافي. ويشهد لهم ورد في بعض الأحاديث في وصف الماء من كونه أشد بياضا من اللبن، في حديث الحوض، حديث في صحيح مسلم والبخاري، حوضي مسيرة شهر من أيلة إلى عمان مثلا، برضو في بعض الروايات، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظما بعدها إيه أبدا. ولما بتجمل المية دي تبقى ثلج، تبقى بيضة، نعم، يظهر البياض. الثلج مثلا إنما يتجمل تقول إيه؟ أبيض، ثلج أبيض شفاف أيضا، هو شفاف وماء ولونه أبيض. ومما يدل على أن الماء لونه أبيض مشاهدة البياض في الثلج حين جموده وانعقاده على وجه الأرض. عندك الـ الـ في البلاد الأوروبية اللي هي اللي هي بيبقى فيها الحرارة 40 تحت الصفر، تبقى الأرض دي كلها ثلج كالدقيق،
مش ثلج زي هنا لا لا كالدقيق ابيض بيشلوه باللوادر ويحطوا مكانه رمله عشان يقدروا يمشوا في البلاد اللي هي تحت الصفر 40 و60 تحت الصفر. يبقى اذا لونه ايه؟ ابيض. فان قلت بل لونه اسود بدليل الحديث ما وقع في حديث سيد عائشة رضي الله عنها كنا ننقص الليالي ذوات العدد لا نوقد نارا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هما الا الاسودان الماء والتمر. ده حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم. إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين وما أوقد في بيوت رسول الله نار. سيدنا عروة بن الزبير كان وما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت إنما هما الأسودان التمر والماء صلى الله عليه وسلم. قلت أجيب بأنها جعلت الماء أسود تغليبا للتمر على الماء لأن التمر مطعوم والماء مشروب والمطعوم أشرف من المشروب أو أن آنية مائهم إذ كان يغلب عليها السواد لكسرة دباغها للقرب القرب والزمزميات كان في الغالب لونها أسود. أقصد اللون ولا الحاجة العامة في المطعم في لا يتقصد يعني ممكن يكون تغليب التمر على الماء زي الشمسان والقمران والعمران في حاجة بالعرب اسمها التغليب يعني تغليب السواد الأعظم السواد الأعظم كل الناس أيوة إذا اختلفت أمتي فعليكم بالسواد الأعظم يعني قالوا للناس الكسرة يقول لك السواد الأعظم أي كسرتهم ده من باب التغليب يعني قد أفاد ذلك جميع ذلك شيخنا العيدروس وقرره شيخنا أيضا ومثله في حاشية شيخنا الأمير وقال بعض شيوخنا إن لونه أسود مستدلا بظاهر الحديث لكن الأول هو المتجه يعني هو الأوجه والوجيه أنه أبيض بدليل ماؤه أشد بياضا من اللبن وفعلا الماء أشد بياضا من اللبن لأنه هذا شفاف أبيض شفاف لكن اللبن غير شفاف معتم يعني أنت لو وضعت لبنا هنا لا ترى ما وراءه بخلاف الماء. شيخنا ما فائدة اجتهاد بهذا الكلام؟ ما فائدة اجتهاد بهذا الكلام هنا؟ علشان تعريف الماء بأنه جوهر سيال لطيف لا لون له. فهو بيتكلم يعني بيقول إن هذا تعريف يعني تعريف علماء المادة. لكن التحقيق من حيث النقل والعقل أن الماء جوهر له لون كأنه يخطئ أهل الطبائع لما يعرفون الأشياء بتعريفات يعني غير جامعة وغير مانعة مش المنطق في المنطق لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا جامعا يعني يدخل تحته كل أفراده جنس يعني يدخل تحته كل الأفراد ومانع يمنع غيره من دخوله فيه ماء يعني ماء هذه معنى التعريف أن يكون جامعا مانعا وكأنه يعني الشيخ الصبطي يطعن في تعريف علماء المادة في تعريف الماء الناس عندها بضاعة بضاعة وأيوة المعروض كثير عنده اللي عنده بضاعة قليلة بيلم نفسه بسرعة
بيفرش. ايوه عنده يفرش، عنده بضاعة يفرش كثير، يقدر يفرش معرض واثنين وثلاث، لكن انت على كد حال كشك صغير يملا. رضي الله عنه. مرة كنا بنقرا في حاشة البنان يعني على شروح التلخيص، يعني هو عنده فعلا ايه يعني عنده علم كثير، يعني تلاقي السطرين يعمل عليهم ايه صفحتين. لما نقول لفضيلة الشيخ الحجار كان أستاذ كبير من أمان البلاغة، نقول ايه ده كل ده الكلام على سطرين، بيقول عنده بضاعة كثيرة يفرش، عنده بضاعة يفرش كثير، يعني ما عندهش بضاعة ما يفرش، هذا كذلك عنده بضاعة كثيرة. يعني الشيخ الصفتي يعني شوف انت يعني شرح العشموية كتيب صغير عامله مجلد، هو شوف كم صفحة، يعني 650 صفحة، كتاب ما يكملش حتى 100. الصعيد اللي قال شوف مضاعف كم مرة، ها؟ الصعيد اللي قلت عليه انت قال عنده، نعم عنده علم كتبن. ايوه الشيخ عبد الرب هو ده علم كتبن من كثرة العلم يعني. وقوله وقسم غير مخلوط بشيء أجنبي، مراده بالأجنبي هو ما ليس ماء، فيشمل المتغير بقراره والمتغير بالمتولد منه، لأجل أن يكون التقسيم حاصرا. هذه معنى مخلوط بشيء أجنبي، أجنبي منه. فالأجنبي ما ليس ماء، يعني المخلوط مثلا بالقرار اللي هو يعني التراب أو الرمل أو الأسمنت أو أي شيء يعني مر عليه الماء. والمتغير بالمتولد منه برضه كالتحلب مثلا، متولد من الماء، احيانا يتهرى التحلب نفسه يتهرى حتى ايه يختلط بالماء ويغيره، تبص عليه تلاقي ماء اخطر، هو تغير من ايه من المتولد منه. فكلمه اجنبي يعني ما ليس ماء، اختلط به مثلا التراب أو السبخ أو أي شيء من المرور عليه أو ما تولد منه، أحيانا يتولد فيه الدود ويتهرى، والطحلب كذلك. قوله فأما غير المخلوط إنما قدمه لقلة الكلام عليه اللي هو الماء المطلق يعني، وأيضا فيه ارتكاب اللف والنشر المشوش وهو أولى من المرتب لقلة الفصل فيه، ده بالنسبة للبلاغة يعني. قوله فهو طهور أي في نفسه مطهر الغير، طهور بفتح الطاء كما في حاشية الشيخين الأمير، وسمعت من شيخين السيد البليتي طهور فعول صيغة مبالغة، فلذا خص به ما كان طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره. اللي هو الماء الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لم يقل طاهرا، لأن الطهور هو الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكن طاهر ممكن يكون طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، لأنه مخلوط بغيره. وليس الطهور خاصا بالماء بل هو سلاسة الماء والتراب والنار، كل ده يعتبر إيه طهور، لأن التراب طهور كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فالتراب موصوف بالطهور كما في حديث
جعلت للعرض مسجدا طبافا طهورا، ده في البخاري، اللي هي من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أعطيها ولم يعطها نبي قبله. وفي الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو 10 سنين، التراب يعني يتيمم عليه الإنسان ولو إيه 10 سنين، يعني مهما عاش، يعني مادام فرض التيمم يتيمم ولو العمر كله. يعني 10 سنين ليست يعني ليست تحديدا. وقال الله تعالى في آية التيمم ليطهركم، وكذا التراب الذي يدلك به النعل، تراب لما الإنسان نعل يدلك بها الأرض تطهر يعني. وكذا أحجار الاستجمار ونحن سميت طهورة برضه الاستجمار، وما يمسح به السيف الثقيل إذا كان فيه دم مباح على القول بأن ذلك يطهره. وقال الحطاب إنه نجس معفو عنه. وكذا النار مطهرة لها طهورية. يعني الماء الذي التراب الذي يطهر السيف، يعني السيف به دم، الدم نجس، لو قضى عليه تراب وعملوا كده يطهر به الايه السيف. ده على القول بأن ذلك يطهره، لكن هو القول الراجح عندنا ان التراب لا يطهر، هو يزيل عين النجاسة لكن الحكم ما زال باقيا. يعني بمعنى انه نزيل الدم بالتراب لكن لازم نصب عليه الماء، يعني لأن عين النجاسة انتهت لكن الحكم ما زال باقيا. وقال الحطاب انه نجس معفو عنه، انه الدم في السيف يعني والسكين. نعم السيف اللي هو يعني يقطع بسرعة، السيف الثقيل الحاد، أو يريد المصقول، المصقول اللي هو الناعم مش خشن ليس له مسام. السيف الثقيل هي ده المراد به الثقيل، يعني زي المرآة ليست له يعني زي ما اقول ايه فيش نقر، ليس له مسام يشرب منه، وانما هو كالمرآة. فيمسح بالتراب على اساس يطهره، لكن القول الراجح انه لابد من ايه من صب الماء عليه عشان يعني زالت العين والحكم ايه باقي. زي عندنا احنا في المالكيه لو غسل الثوب النجس بالصابون، ماء وصابون طاهر لكن حكم النجاسه ما زال باقي، لابد ان يرش عليه ماء مطلق. عند الاحناف اي شيء مائع يطهر، حتى يعني الزيت، يعني ماء العجين، ماء البطيخ، اي ماء، اي ماء حتى الايه السبرت عنده مطهر، اي ماء مطهر. ده قول برضو ايه يعني ميسر على الناس. وكذا النار مطهره لها طهوريه، يعني مثلا رماد النجس مثلا عند غير المالكيه طاهر عند الإمام أبي حنيفة، لأنه استحال إلى تراب،
يعني الأشياء النجسة لو حرقتها صارت إيه؟ طاهر. لكن الدخان متفق على طهوريته، دخان النجس طاهر. وقول ابن العربي الطهور من خصوصيات الماء كان حصر إضافي، أي الطهور من خصوصيات الماء لا يتجاوزه إلا شيء من المائعات كالعسل ونحوه، فلا ينافي أنه يتجاوزه للنار والتراب كما علمت. يعني ليس حصرا كليا، إنه حصر إضافي. وقوله وهو الماء المطلق وسمي بالمطلق لعدم التقييد، يعلم أن الماء المطلق عند الفقهاء أخص من مطلق ماء، أخص من مطلق ماء، لأن كلمة مطلق ماء يعني أي شيء يصدق عليه الماء، لكن الماء المطلق هو غير مقيد بقيد. أنا لو هنا مثلا عندنا ماء ورد، ماء بطيخ، ماء عجين، يبقى ده ايه؟ ماء لكن مقيد وليس ايه؟ مطلق. وأما عند أهل اللغة فمعناه هما واحد، اللي هي مطلق ماء أو الماء المطلق، لأن مطلق ماء من إضافة الصفة للموصوف. قرره شيخنا. وظاهر المصنف والشارح أن الماء المطلق مرادف للماء الطهور، وقيل متغايران، وقيل الطهور عام، وقيل المطلق عام. يعني ده كلام ده في علم المنطق يعني. ويدخل في الماء المطلق الماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل المياه على الإطلاق. أيوه، كما قال بعض الشعراء وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع صلى الله عليه وسلم، يليه ماء زمزم فالكوثر، يليه ماء زمزم فالكوثر، فنيل مصر ثم باقي الأنهر. ترتيب الماء الأفضل يعني، لأن الماء يشرف بالشيء النابع منه. فطبعا أشرف الأجساد جسده صلى الله عليه وسلم، فالماء النابع منه لابد أن يكون أفضل المياه صلى الله عليه وسلم. بعده ماء زمزم، لأن ماء زمزم ده قال كما قال عليه الصلاة والسلام إنها هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. وهزمة جبريل يعني أي ضرب الماء بعقبه، لأن لما نزل سيدنا جبريل ضرب الماء، ضرب الأرض بعقبه فنبعت زمزم. قال ولولا أن هاجر قالت لها زمي زمي، أي تضيقي تضيقي، لكانت زمزم ماء معينا، كانت هتملى الوادي وتغرق السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل كله، لأنها تفضل إيه؟ تفور تفور وتتكاثر، ودوادي يغرقوا. فهي إيه؟ قالت لها زمي زمي، يعني تضيقي تضيقي، عشان تحصر في هذا المكان ومتعلاش. ونشوف سبحان الله إلى الآن وإلى قيام الساعة لا تنقطع، وعليها مواتير شغالة 24 ساعة. أي بئر أخرى شغل عليها موتور ساعة لا تجد فيها ماء، تجف في الحال سبحان الله. لكن دي شغالة 24 ساعة، بتنقل إلى المدينة وقباء والحرم، شوف ملايين تشرب، ملايين تشرب سبحان الله. أيوه نعم. ايوه زمي زمي، ايه
مؤنثة هي. ما ثم الكوثر اللي هو ايه؟ نهر وعده الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. زمزم افضل من الكوثر. ايوه طبعا. بعديها نيل مصر، ثم الفرات عاد بلدت لها، ثم باقي الانهار. ويدخل في الماء المطلق ايضا ماء ابار ثمود. والنهي عنه، النهي عن الانسان يعني يشرب منه او يتوضا، لكونه ماء سخط وعذاب. ابار ثمود، ابار عاد وثمود. بل والذي انحط عليه كلام الشيخ اخرا الحرمه، يعني يحرم الانسان يتوضا من ماء ابار ثمود. بل فان صلى بطلت الصلاه على المعتمد كما في حاشيه الخرج، وقرره الشيخ على كبير الزرقاني كما نقله عنه شيخنا، فهو طهور وتبطل الصلاة به. وقد قلت ملغزا، الشيخ الصفتي يقول إذانه، ألا يا فقيها أي شخص تطهر بماء طهور ثم صلى وكمل فقلتم عليه اسم، وأما صلاته فباطلة لازلت ترقى إلى العلا. يعني إيه هو الماء؟ ماء آبار ثمود طاهرة، لكن من توضأ منها أثم وصلاته باطلة، لأنها ماء عذاب. ماء عذاب. لا، ما هو نهى صلى الله عليه وسلم عن يعني التوضؤ منها والشرب منها، منهى عنه لأنها ماء عذاب. حتى قال يستحب الإسراع إذا مر الإنسان على ديار عاد وثمود والمكان الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل، وادي محسر، وادي محسر بين عرفة والمزدلفة، بين عرفة في الحل يعني، بين عرفة، يستحب الإسراع فيه. قال لأن الله تعالى أنزل العذاب على أهل الفيل في هذا المكان يعني. أي عشان لأجل النهي عنهم، لا هي العلة تعبدية أكثر منها علة معللة. أي مغصوبة، أيوة تصح الصلاة، أيوة تصح الصلاة ويأثم، يأثم. لكن عند الإمام أحمد الصلاة باطل، يعني لو سرق ماء وتوضأ وصلى الصلاة باطل وعليه إثم الوضوء، وكذلك لو سرق مالا وحج به برضه يصح الحج، ولكن إيه إثم عندنا وعند الإمام أحمد يعيد الحج باطل. يعني هي تعبدا يعني أكثر منها معللة بعلة يعني. لكن قال واعتمد النفراوي الصحة، يعني هي فيها قولان المسألة دي. قال ولو على القول بالحرمة، يعني زي اللي سرق مالا وتوضأ به وصلى صلاة صحيحة ولكن لا تقبل. ومحل الخلاف في غير البئر التي كانت تردها الناقة، لكن التي تلدها الناقة اللي هي كانت بتشربها الناقة يعني، التي تلدها الناقة دي كانت إيه يعني، تعتبر ماء غير عذاب، غير ماء العذاب يعني. لأنه يقول محل الخلاف في غير البئر التي كانت تلدها إيه الناقة، لأن الناقة كانت تشرب الماء يوما من البئر دي، وهم يشربون ايه منها يوما. فالخلاف في الماء غير الماء النقى. نعم وجب. ماذا ايه؟
ها؟ ربع ساعة. وقوله لأنه يصدق عليه اسم ما بلا قيد، المراد بالصدق هنا الحمل، يعني يحمل على أنه ماء بلا قيد، قال لأن الصدق في المفردات معناه الحمل، وفي القضايا معناه التحقق، صدق القضية معناها تحققت القضية، أي يصح أن يحمل عليه اسم ماء أي عرفا كما في الحطام. وأما الماء لغة فهو كل سيال، كل يعني كل شيء سائل اسمه ماء، فيصدق بالطهور والطاهر والنجس والحرام والمكروه، خلافا للتتائي. قوله عليه في الكلام حسب مضاف، أي ما يصدق على أفراده أنه اسم ماء، سواء كان ماء طاهرا أم طهورا أم نجسا أم حراما أم مكروها. وقوله اسم ماء، أي اسم هو لفظ ماء، الاسم يعني لفظ الماء، أي الذي يكتفى في الإخبار عنه بمجرد إطلاق اسم الماء عليه. فإن قلت يرد على هذا قولهم ماء ندى، متجمع من الايه؟ من الندى، فإنه لا يصدق على اسم الماء إلا مع كونه ماء ندى، اللي هو تجمع من الندى اللي هو نازل من الايه؟ من الجو. قلت لا يرد ذلك لأن الندى ليس بشيء يضاف إلى الماء، وإنما هو صفة للماء كماء المطر مثلا، لأنه في ماء مطر وماء ندى وماء البرد مثلا اللي هو ذاب من البرد، أو ماء ثلج اللي هو ذاب بعد جموده، وهكذا كما يقال ماء المطر أي ماء ممطور. فهم باب قولهم صلاة الأولى، هي الصلاة الأولى والصلاة الآخرة يعني، أي فالإضافة بيانية كما قال الشيخ في حاشية الخرج، كلمة اسم ما تعتبر إضافة بيانية. فلا يقال ما بالطيخ، المناسب أن يقول فخرج ماء بالطيخ عن أفراد المطلق، لأنه ماء مقيد، لأنه لا يتوهم أن الماء المطلق يقال فيه ماء بطيخ، والبطيخ بكسر الباء، البطيخ يعني يعتبر ماء عامية، وأما فتحها فخطأ، بطيخ. نعم فيه لغة ثانية وهي طبيخ، تكتيب الطاء بكسر الطاء وكسر الباء، طبيخ مشددة يعني، زي الحمص برضه، الحمص دي برضه لغة المجالي دينا حمص، لكن هي حمص، ها هي زي الحلبة برضه، هي العوام بيقولوا حلبة لكن هي حلبة بالضم. وقوله والمراد به قيد يلازمه، أي والمراد بالقيد المنفي في قولنا القيد اللازم فلا يضر إلى آخره. وقوله يلازمه صادق بأن لم يكن قيد أصلا أو قيد يفارقه، القيد الملازم اللي هو يعني لا ينفك عنه، هذا معنى القيد الملازم، أو مقيد بكونه مثلا ماء بئر مثلا. قوله ماء بئر من إضافة الحل المحل، ماء بئر من إضافة الحل، الحل اللي هو الماء حال في البئر. ولا ماء بحر من إضافة العام للخاص، لأن البحر هو الماء المتسع،
ويحتمل أنه من إضافة شيء لا محله كالبئر يعني. وقوله كالمطر، قال الشبرخيتي: المطر عند أهل السنة ينزل قطعا كبارا من بحر تحت العرش فينبسط على السحاب، والسحاب كالغربان فينزل المطر قطرات من عيونه، والثلج بمثلثة، الثلج والثلج والسل، وهو ماء ينزل من السماء ثم ينعقد على وجه الأرض ثم يذوب بعد جموده، اللي هو البرد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. البرد ده يعني زي الايه، زي الحمص الكبير، ينزل جامد ثم يذوب على وجه الايه، على وجه الارض. لما يختلط بالتراب الارض هي يخرج من الطهور لطهور للماء، طهور لماء طاهر ولا يبقى؟ لا لا، طهور برضو يعني، الا اذا وقع على اماكن النجاسات يتنجس. لكن لو وقع على، لا، ما لو وقع على الرمل مثلا او التراب الطهور ما زال طاهر يعني. لو يعني لو تجمع مثلا في نقره مثلا او الغدير مثلا، يعني مكان واسع وتجمع فيه حتى اصبح بحيره صغيره، فيتوضا منه، الا اذا كان هذا المكان فيه نجاسه فيختلط بالنجاسه فينجس يتنجس يعني. هو الماء طهور ما لم يخالطه شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذا تغير بطاهر فهو طاهر في نفسه غير مطهر، إذا تغير بنجس يبقى أي نجس. أيوة أيوة، بس إذا تغير يبقى طهور، طهور ليه؟ لأنه يبقى متغير بمحله أو بقراره. أيوة أيوة أيوة. مثلاً نزل أصله غير متغير، لكن لو تغير مثلاً بجنس الأرض، ما دام من جنس الأرض، الأرض طاهرة لا يضر. زي رمل حمرة مثلاً. أيوة مثلاً. أو ساعات يتغير بالممر أو المقر برضو لا شيء فيه. لا يغير طهوريته يعني. والبرد شيء ينزل من السماء جامدا كالملح، يقال له حب السحاب، حب السحاب، لأنه كأنه متولد من السحاب ينزل يعني، لأنه السحاب جامد. والجليد قال هو ما سقط على وجه الأرض من الندى فيجمد، لكن جموده ليس كالجمود الذي في الثلج، زي ما قلت كان يشبه الدقيق اللي هو أيوة بالضبط كده، كما قال شيخنا. وقال السكندري: الجليد هو ماء ينزل متصلا بعضه ببعض كالخيط، يعمل زي الخيط وفي الآخر تلقاه زي كالدقيق على الأرض. وقوله: والمجموع من الندى وهو الطل، فإن لم يصبها وابل فطل. الوابل اللي هو المطر الغزير الكثير، والطل اللي هو القليل، مطر بسيط، هو الذي ينزل من السماء على وجه الأرض وأوراق الشجر آخر الليل، يعني يشبه النقط. أي نعم. وليس المراد من الندى المعنى اللغوي الذي قاله الجوهري الذي هو المطر، لئلا يكون في الكلام تكرار، لأنه يعني قال المطر يبقى الندى حاجة غير المطر اللي بيتجمع على أوراق الإيه؟ الشجر. يعني لو واحد أخذ من الشجر وينفض ينفض جمع ماء يتوضأ إيه؟ يتوضأ منه. والمجموع من الندى أي المجموع في يد المتوضئ والمغتسل، وليس المراد يعني جمع في إناء، يعني لو أخذ من الشجر وفض في إيديه وتوضأ أو اغتسل جائز، لأن هذا ليس بشرط كما في الحاشية، يعني ليس شرطا أن يجمع الندى. ليس شرط. والظاهر أنه لا يضر تغير ريحه بما جمع من فوقه،
كالبرسيم يجمع من فوق الندى مع تغير رائحته بالبرسيم، أو أي مثلا الريحان يعني أي نبات لو نزل عليه الندى وتغير منه لا يضر، متغير برضو بممره لأنه كالمتغير بقراره كما في حاشية هنا. هو المفروض يقول بالممر مش المقر، لأن الندى يعني ليس يعني ورق الشجر ليس مقرا له. وقرر شيخنا وغيره أنه لا يضر مطلقا تغير بالشجر، يعني سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه، جمع من فوق الزرع أو من تحته ما فيش فرق يعني. وقوله أو ذاب بعد جموده، أي سواء ذاب بنفسه أو زوبه شخص بتسخين بنار أو شمس، وسواء كان جموده بصنعة أم لا، كان ملحا أو غيره. حتى لو على سبيل الفرض يعني لو البرد ده ملح وانت ذوبته يجوز تتوضأ منه، زي البحر المالح مثلا، ما البحر المالح بيصير ملحا يعمل حوض فيجوز الوضوء منه. فكذلك البرد أو الثلج لو ذاب بعد جموده حتى ولو بوضعه على النار برضه يتوضأ منه. يقول تنبيه: إذا ذاب البرد ونحوه من الثلج والجليد فوجد في داخله شيء طاهر أو نجس، فإن غير أحد أوصافه يسلب طهوريته بعد ذلك حكمه كمغيره، وإن لم يغير أحد أوصافه كان طهورا على أصل كما في حاشية الخرش والحاشية هنا. دي مسألة فرضية طبعا، لأنه فيش حاجة تنزل من السماء وفيها نجاسة، يعني دائما اللي بينزل من السماء يكون طهورا، لكن هو على سبيل الفرض إنه الشيء جامد وجد في داخله شيء نجس، طب وإيه اللي ودي النجس في السماء؟ لكن العلماء يفترضون دائما المسائل حتى ممكن أنها لا تقع أصلا، يسمونها المسائل الفرضية، لأن هو لو فرضنا أنه داخل الثلج أو الجليد أو البرد نجاسة هتاخد حكمه، يبقى إيه غيرت لونه إلى طعم النجاسة، يبقى لا يجوز الوضوء منه، لا شك في هذا يعني. والحكمه كمغيره، إذا تغير بطاهر فهو طهور، إذا تغير بنجس فهو نجس. أو نبع من الأرض، فيه رد على من قال لا يجوز التطهير إلا بماء السماء، مستدلا بقوله وأنزلنا من السماء ماء طهور، ولا دليل له فيه لقوله تعالى فسلكه ينابيع في الأرض، يعني الماء أنواع، وفجرنا الأرض عيونا. خلاص أذن هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.